موضوع ايقاف القيد ده هتعمله فيه ايه يا باشمهندس نصر؟ هيتحل، ما فيش مشاكل باذن الله ربنا ان شاء الله. الرقم كبير يعني، ما فيش داعي نتكلم في الارقام دي، مساله المهم انه يتحل عشان كمان جمهور الاسماعيلي يعرف انه الرقم قد ايه او المجهود اللي انتوا هتعملوه عشان تسددوا الرقم ده. لا هو احنا بص، زي ما انا قلت لك من الاول، احنا كان عندنا 12 قضيه واخد بالك، احنا تخلصنا دلوقتي من 8 قضايا. يعني في يناير كنا في 5 اللي احنا فكينا بيهم القيد، بعد يناير برضو حلينا مشكلتين تانيين، مشكله اللاعب خالد النبريسي وقدرنا ان احنا نستعيده وينضم للفريق ويتنازع عن الحكم اللي كان ليه، كان في حوالي 600 وحاجه الف دولار، وخد جزء بس من الفلوس اللي هي مستحقه ليه بالفعل يعني صرفناها له. برضو كان في لاعب تاني اسمه فخر الدين يوسف كان شاكل نادي الاسماعيلي، برضو حلينا المشكله بتاعته. فاضل لنا بس 4 حالات، في حالتين في الغالب يعني بيخلصوا اليومين دول، وفي حالتين لسه لم يصدر فيهم الحكم النهائي. باذن الله هنتعامل معاهم، ولما يصدر الحكم برضو هنقدر نتعامل معاهم يعني. طيب بإذن الله. هل يا باشمهندس نصر الاسماعيلي هيضطر يبيع بعض من نجومه عشان كل المشاكل المالية دي الإسماعيلي يعرف يعوضها في الفترة القادمة، ولا هتبقي على القوام الأساسي للفريق ومش هيبقى فيه بيع لنجوم الفريق؟ لا بص أقول لك الحاجة، يعني المسألة دي طبعا يعني دي رؤية، فيها رؤية فنية ورؤية مالية، لأن احنا بنعيد هيكلة الفريق من الناحية الفنية ومن الناحية المالية أو المادية يعني سواء في عقود اللعيبة ومدتها وكل الحاجات دي، احنا كل دوت يعني تحت الدراسة. في لعيبه هتمشي من فرقه وفي لعيبه هتتباع، ده مساله ما لا ننكر دوت، وده هيتم وده بيحصل في كل الانديه بما فيها اكبر الانديه في العالم طبعا، والانديه داخل مصر حتى على رسوم الاهلي والزمالك. مساله البيع دي مساله وارده، المهم ان في الاخر ان انت تستفيد من المساله ديت في ان انت تتخلص من مشاكلك والدين اللي عليك، وفي نفس الوقت تبدا تعمل تبني فرقه كويسه. يعني انا ممكن اتخلص من لاعب بحيث ان انا اكسب فريق، يعني اعمل فريق كويس، واخد بالك؟ دي طبعا هدف عندنا مهم، انما احنا مش هنتصرف في حاجه او في اي من اللاعبين الا اذا كان المساله دي تحل لنا مشاكلنا، حاجه ثانيه نبني بيها فريق كويس يعني. عبد الرحمن مجدي مكمل مع الفريق ولا هيبقى موجود في الدوري؟ انا كلمتك بشكل عام على كل اللعيبه يعني. طبعا انا بكلمك ليه على عبد الرحمن، انا بقول لك يعني ليه على عبد الرحمن تحديدا، انا اقول لحضرتك بس عشان هو كان على وشك الانتقال بدايه الموسم الماضي او قبل بدايه الموسم الماضي الى اهلي بنغازي الليبي، هل تجددت هذه المفاوضات ولا لا موضوع الاهلي الليبي ده موضوع خلص في يناير، هم عملوا عرض قدموا عرض واحنا وافقنا عليه كمجلس. العرض في اخر لحظه ما تنفذ، كانوا دافعين هم مبلغ مقدم للعقد دوت، وتم اعاده المبلغ لنادي اهلي بنغازي وانتهى الموضوع في حينه وانتهى خالص يعني اتقفل. حتى انا اللي انا اعرفه تقريبا الاجهزه الفنيه اللي هناك اتغيرت يعني وكده وبتاع، فانت عارف بقى كل مدير فني بيجي بيختار اللي هو عايزه. بس طبيعي نجوم الفريق الكبار زي عبد الرحمن مجدي زي عمر السايب عندهم عروض طول الوقت حتى لو من انديه اخرى، زي كل النجوم في كل الفرق. زي كل الفرق ما كل فرق، كل الهجوم او كل اللعيبه الكويسه بتبقى هدف للانديه الاخرى يعني، فبالك تقدر تخلصها وما تخلصهاش، دي مساله ترجع بقى للطرفين او للثلاث اطراف اللاعب والناديين، واخد بالك، حسب كل اللي هيستفيده كل طرف من عمليه الانتقال لو تمت يعني. طيب الطرف اللي هيبقى مش مستفيد من العمليه دي مش هيتنقل. طيب يعني لا انت هتقدر تغرم يعني، لا اللاعب هيقدر يرغم النادي ان هو يتحرك بدون موافقته، ولا النادي هيقبل ان هو يعني يبيع لعيب قيمه لا تفي او لا تحقق الفائده من البيع. يعني البيع مش هي البيع مش فكره بيع يعني، مش في حد ذاته يعني مجرد بيع وكده وبتاع، صح؟ بقدر ما هو احنا هنحل مشاكل، احنا النادي الاسماعيلي احنا مش بس بنتخلص من فك القيد وان احنا نجيب لعيبه، لكن احنا كمان عايزين نتخلص من المدينيه اللي تشكل النادي يعني، لان احنا ممكن نيجي في لحظه ما كناش نلاقي النادي الاسماعيلي كنادي. يعني هل تتخيل لو ان احنا هذه المبالغ الضخمه الكبيره اللي كانت على النادي الاسماعيلي اللي تجاوزت 7 مليون دولار لو فضلت على النادي الاسماعيلي، ولا قدر الله النادي الاسماعيلي هبط، ده معناه ان النادي الاسماعيلي مش هيطلع تاني. صحيح. لان عشان انت وانت في الدوري الادنى
تقدر توفر مبالغ عن طريق بقى دعم او عن طريق حتى بيع لعيبه، مين لعيب في الدوري الدرجه لما تنزل في الدوري القسم الادنى هيجيب لك فلوس تقدر تسد بيها الفلوس دي، واخد بالك؟ فكنت خلاص هتخش في غياهب النسيان وما كنتش هتقدر تطلع تاني يعني، واخد بالك؟ فكان مهم ان احنا نتخلص من المدينات ديت ونقف على رجلينا تاني والنادي الاسماعيلي يستعيد مكانته. اقول لك حاجه يا باشمهندس نصر بصراحه، واقولها كلمه حق يعني، وانا قلتها حتى هنا في البرنامج، انا ما كنتش متخيل ابدا اول ما جيت انتوا كمجلس اداره انكم هتقدروا تسددوا كل هذه الديون وكل هذه المشاكل، وقلت الاسماعيلي داخل في نفق مظلم كبير جدا. وبصراحه شديده فكره ان انتوا لسه موقفين الاسماعيلي على حيله، ده بصراحه يعني انجاز كبير جدا من مجلس الاداره، ومش من المفترض ان انا اقول رايي بالشكل ده، بس هو حقيقي انتوا عملتوا شبه معجزه يعني مع الفرقه دي مع كل هذه الديون الكبيره يعني. يعني والله زي ما انت قلت كده استاذ كريم، انا يعني الخوف على الاسماعيلي ما كانش في ان لعيب يمشي او لعيب يقعد، الخوف كان على النادي نفسه وعلى الفريق يعني. صح. الغريب ان احنا الموسم ده تحديدا في ظل الازمه دي كلها لما نتلقى دعم جنيه واحد لا من المحافظه ولا من الوزاره ولا من هيئه قناه السويس زي اللي كانوا بيتلقوا قبل كده. امال جبتوا الفلوس دي كلها منين يا باشمهندس نصر؟ انا عارف ان ممكن تبقى تفاصيل كثيره، بس لو حتى جزء منهم عشان نفهم ازاي قدرتوا تطلعوا موارد كتير في النادي انكم تجيبوا منها فلوس بالارقام الكبيره دي. اقول لك انا، احنا كان عندنا مجموعه مشاكل، مثلا احنا كان عندنا مجموعه محلات في تحت مدرجات الدرجه الثالثه، المحلات دي من ساعه ما تم تاجيرها من 10 سنين او 9 سنين ما بتدفعش، ورفعت قضايا على النادي الاسماعيلي اصحاب المحلات ديت، وخدوا تعويض من النادي الاسماعيلي، خدوا احكام بتعويضات عن النادي الاسماعيلي لدرجه ان النادي الاسماعيلي كان بدا يسدد لهم فلوس يعني، واخد بالك؟ بدل ما ياخد منهم فلوس، احنا الحمد لله تواصلنا مع الناس ديت وقعدنا معاهم وحلينا كل مشاكلهم مع النادي الاسماعيلي، وتنازلوا عن الاحكام اللي ليهم بتعويضات حكمت لهم المحكمه. ومش بس كده، لا، رفعنا قيمة العقود الإيجار معاهم لثلاث أمثال وأربع أمثال القيمة الإيجارية اللي كانوا واخدينها، وخدنا منهم مبالغ يعني يعني ملايين خلال الفترة اللي فاتت ديت، ودي كانت أحد مصادر الدخل. الأمر الثاني، إحنا عملنا طبعًا جولات خارج مصر لمباريات ودية، إحنا دخلنا منها مبالغ برضو بالملايين، دي ساهمت برضو في إنها يعني توفر لنا جزء كبير. اجتهدنا في ان احنا يعني ننمي شويه مهارات ودخول اخرى في النادي يعني، جابت لنا برضو مبالغ كويسه جدا، بالاضافه الى طبعا المبالغ بتاعت الشركه الراعيه اللي هي اصلا ما تغطيش مصاريف النادي الاسماعيلي، بالاضافه الى حصيله طبعا بيع اياد العسقلاني وياو انور لما بعناهم في يناير اللي فات دوت. طيب.